يمكن هو من ناحيه، لكن انا شايف ان من وجهه نظري اللي يلعب في الحته اللي ورا كابتن يبقى موجود ياسر ابراهيم ويلعب رامي ربيعة، بس ده حسب رؤيه المدير الفني. بس رامي النهارده من 3-4 اسابيع بتتكلم النهارده. اه بالظبط. ده انت لو كل اللعيبه، يعني انت طبعا سيرديباك كبير وليبرو عملت شغل كبير، وانت عارف كمان كابتن محمود ان العلاقه ما بين السيرديباكين طبعا بيكون لازم فيها تفاهم كتير جدا. طبعا لو كل الموجودين في النادي الاهلي، يعني سلام لو انت عندك اختيارات تحط مين جنب مين، يعني تحط مثلا عندنا ناحيه اليمين عندنا محمد هاني وعندنا احمد فتحي طبعا. انت تفتكر مباراه الوداد ممكن الشباب يخش محمد هاني يعني ولا الخبرات؟ لا يبقى انت بتحط احمد فتحي. احمد فتحي يا كابتن. عندك السردباكات، انت رؤيتك للسردباكات لو ما فيش حد مصاب كابتن؟ يعني انت سعد سمير، سعد سمير يعني سعد بره، خلينا سعد بره ممكن يبقى ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، يبقى دول الانسب بالنسبه لي. انسب بالنسبه لي لان هم اتنين سردباكات، او الهيكل بتاعهم او السيستم بتاعهم ان هم سردباكات. انا لعب لان انت لازم في المباراه دي يا كابتن لازم يبقى عندك مراقبه. حاجه تانية يمكن انا بقولها يمكن كتير جدا من النواحي اللي بتخلينا نبقى لود على الفرق او نكسب الفرق، ان احنا بنضغط او بنعمل بريس بشكل كبير جدا على الفرق. دلوقتي يمكن انا بشوف اللعيبه بنحلق من بعيد، لازم اضغط. انا مش عايز اتكلم عشان ما حدش، لكن احنا بنقول ان احنا نتعلم، او ان احنا عندك ان الفرق ما نديش فرصه او ما نديش مساحه لفرقه الوداد ان هي تمسك الكوره بكبير بشكل كبير. المراقبه يا كابتن، ولازم عمليه الترحيل بشكل كبير جدا. انا رايي ان ياسر ابراهيم ورامي ربيعه طب لو يبقوا يعني لو كويسين، لو هم الاثنين لو مش مكويسين يبقى انت هتضطر ان انت تلعب ايمن اشرف، مع احترامي ان ايمن اشرف بيأدي بشكل كبير ولاعيب كويس طبعا. انا مش عايز اتكلم او ان انا مش عايز اديله حقه، لكن هو لعيب كويس جدا طبعا وحماسي بشكل كبير جدا. على فكره من اللعيبه اللي بتضغط يا كابتن، لكن انا في المباراه دي محتاج خبرات اكتر ان هي تهدي اللعب او تبقى يعني بخله في الباص زي ما بيقول يعني.